بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنشرح محاضرة الأوتونوميك نيرفس سيستم معاكم الدكتورة شيرين سمير. عايزين نعرف يعني إيه أوتونوميك نيرفس سيستم. طب الأول نعرف إيه هو النيرفس سيستم. لما نيجي نشوف النيرفس سيستم بنقول إنه هو ده المتحكم الرئيسي في البودي بتاعنا، بينقسم إلى Central Nervous System و Peripheral Nervous System. Central Nervous System ده اللي ربنا حميه بالعظم، اللي هو عبارة عن البرين اللي محمي بالجمجمة، والسباينال كورد اللي محمي بالفيرتبرال كورد. فدول الجهاز العصبي المركزي. فأنا عندي أهوت البرين. البرين ده مكون من إيه؟ استنوا كده ما نجيب الليزر. البرين ده مكون من سيريبرم اللي هو الفصين، والبرين ستيم اللي هو الجذع المخ، والسيريبيلم المخيخ، وعندنا السباينال كورد اللي هو 31 سيجمنت. دول الجهاز السنترال او الجهاز العصبي المركزي. لما نيجي نتكلم على البريفرال هنلاقي ان البريفرال ده هو الوصله او اللي بيوصل الجسم بالسنترال نيرفس سيستم. اي تيشو بالسنترال نيرفس سيستم بتتوصل عن طريق بريفرال نيرفس سيستم. طيب البريفرال نيرفس سيستم ده عباره عن ايه؟ من الناحيه التشريحيه بيبقى عباره عن اعصاب جايه من الكرينيال بارت او من البرين بالبرين ستيم، يا اما اعصاب خارجه من السباينال كورد. فبنسمي يا اما كرينيال نيرفس، ودول 12 زوج بيطلعوا من ناحيتين، يا إما 31 زوج من السباينال نيرفز برضو من الناحيتين. يبقى تاني أنا عندي الجهاز المركزي السنترال ده برين، برين بسباينال كورد. اللي طالع من البرين ده اسمه كرينيال نيرفز، واللي طالع من السباينال كورد ده اسمه سباينال نيرفز. طيب من الناحية الوظيفية أنا دلوقتي عندي أعصاب متوصلة بالسباينال وأعصاب متوصلة بالبرين اللي هي كرينيال وسباينال. دول بيشتغلوا إزاي؟ بيشتغلوا عن إن جواهم ألياف فايبرز. الفايبرز ديت بتبقى يا إما بتنقل الإحساس يا بتنقل إشارات موتور حركية. طيب يا بتنقل سنسوري فبسميها السنسوري فايبرز أو الأفرنت، ويا إما بتنقل إشارات حركية موتور وبسميها إفرنت أو موتور. طيب السنسيشن ده مين اللي بيحس بيه؟ الجسم بتاعي. فيبقى السنسوري دي بتنقل الإمبلس أو الإشارات من التيشو للسنترال نيرفس سيستم. طيب والموتور اللي بيدي الأوامر السنترال نيرفس سيستم بيديها لمين؟ للجسم. يبقى الموتور فايبرز دي بتنقل الامبلس منين؟ من السنترال نيرفس سيستم للبودي. خلاص. طب من الناحيه الفسيولوجيه انا عندي جزء متوصل بالسكليت المصل او العضلات الاراديه فبتعمل فولنتري اكشن، ودول الاعصاب دي اسمها سوماتيك نيرفز. وفي جزء من الاعصاب متوصل بالاجزاء اللا اراديه زي عضلة القلب، زي عضلة الجي اي تي الجهاز الهضمي، زي البلادر المثانة. الحاجات دي كلها عضلات لا إرادية، دي بيوصل لها أعصاب اسمها Autonomic Nervous System. هنيجي بقى على الأوتونوميك ديت ونبتدي نركز ونشرح. يبقى تاني هنقول ان ده السي ان اس برين وسباينال كورد اهوت، ده محمي كده وقاعد في مكتبه. بيبقى بينه وبين الجسم بريفرال نيرفس سيستم شويه اعصاب داخله وخارجه. البريفرال نيرفس سيستم دي يا اعصاب بتوصل الاشارات السنسوري للسي ان اس فبسميها سنسوري او افرين، يا اعصاب بتوصل موتور كوماندز للجسم بسميها موتور او افرين. السنسوري ده بيشيل امبلس ايه بقى؟ بيشيل سنسيشن، سنسيشن جايه من الجسم كله جنرال سنسيشن، او جايه من العين والودن والكلام ده، دي اسمها سبيشال سنسيشن اللي هو السمع والبصر. يا اما شايلالي فيسرال سنسيشن، الجوع العطش الشبع،
دي اسمها visceral sensation. السنسيشنز دي كلها سواء كانت general أو special أو visceral كلها بتتنقل بالبريفرال نيرفس سيستم للسي ان اس تقول له ان في احساس بكذا. يقوم السي ان اس ينقل موتور كوماندز بالبريفرال لمين؟ ليه؟ يا اما السكليتال ماسل اللي هي العضلات الاراديه بينقلها عن طريق السوماتيك موتور نيرفس، يا اما بينقل لعضلات لا اراديه عن طريق الاوتونوميك نيرفس سيستم. الاوتونوميك ديت ليها فرعين، فرع اسمه سيمباثيك وفرع اسمه بارا سيمباثيك، او نوعين من الاوتونوميك سيمباثيك وبارا سيمباثيك. يبقى تاني البريفرال نيرفس سيستم اللي هي بالذات الايفرنت او الموتور متقسمه لسوماتيك واوتونوميك. سوماتيك بيودي بيكونترول الفولنتري اكشن، اما الاوتونوميك بيكونترول الانفولنتري فانكشن، يعني ده متوصل بالسكليتال ماسل وده متوصل بمين؟ بالجلاد، بالسموث ماسل، بالكاردياك ماسل. هنبتدي بالسمباثيك ونقول ان السمباثيك ده اللي مسؤول عن الفايت اور فلايت، ده بيطلع من الجزء من السي ان اس اللي هو كل الثوراسيك سيجمنت والابر 2 3 لامبر سيجمنت. يبقى ده بسميه ثوراكو لامبر. ليه بسميه ثوراكو لامبر ان اوريجين؟ لانه طالع من كل الثوراسيك سيجمنت ومن الابر 2 3 لامبر، يبقى هو من الثوراسيك واللامبر ده اللي هو السمباثيك. يبقى لما اجي اقول لك السمباثيك مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن فايت اور فلايت. طب لما اجي اقول السمباثيك طالع منين الاوريجين بتاعه؟ ثوراكو لامبر او كل الثوراسيك سيجمنت والابر 2 3 لامبر. طب لما اجي اقول لك الافكت بتاعه هتيجي بقى تمسك لي من اول راسي لحد رجلي. ايه اللي بيحصل؟ اول راسي الهيد والنك دي فيها عين، دي فيها جلدي، فيها هير، فيها سليفري جلاند، فيها لاكريمال جلاند، صح؟ كل الحاجات دي موجودة في هيد والنك. أمسك الأول العين الآي، هلاقي إن السمباثيك بيعمل بالظبط زي ما كان توم، عارفين توم وجيري؟ لما توم يلاقي جيري، شوفوا بقى بيبقى إكسايتد إزاي. أهو بالظبط عينيه بتخرج لبره وتلاقيه مبرق ومتحفز، هو ده السمباثيك بالظبط. إيه اللي بيحصل؟ العين بتوسع، يحصل دايليشن للبيوبل. عارفين البيوبل اللي هو انسان العين الصغنن النقطه السوداء الصغيره خالص خالص دي، دي بتوسع عشان تدخل لايتس كتيره وتخليني اشوف اكتر وتوسع مجال الرؤيه، فيبقى دايليشن للبيوبل توسع. طب البيوبل بس اللي بتوسع؟ لا، وعيني نفسها بتوسع. يعني ايه؟ يعني كفوني بتتشد لبعيد، بيحصل وايدنينج للبلبيبرال فيشر، فتحه العين نفسها اللي هي بين الابر واللور اي ليدز بتوسع. بيحصل فورورد بروتروجن للاي، جحوظ خارجي، الجحوظ ده اسمه ايه؟ اكزوفسالمس. بيبتدي العين تشوف لفار فيجن، تشوف بعيد. ايه كمان؟ يبتدي يحصل فازو كونستريكشن للبلاد فيسلز اوف اللاكريمال جلاند. طيب احنا عايزين نقولها هنا، نقول مبدئيا انه السمباثيك بيعمل فازو كونستريكشن على طول كده، يبقى احنا حافظينها ان السمباثيك العادي بتاعه انه بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسلز، بيضيق البلاد فيسلز. طيب البلاد فيسلز اللي في العين ليه رايحه لمين؟ لللاكريمال جلانس، للغدد الدمعيه. برضو عايزين نعرف قاعدتين في السمباثيك، قاعده بتقول انه بيضيق البلاد فيسل، وقاعده بتقول انه بيقلل السكريشن. يبقى أي سكريشن بيطلع من أي في الجسم ده ما بيطلعش مع السمباثيك، ده بيطلع مع البارا سمباثيك بس. فيبقى السمباثيك مش مسؤول عن أي سكريشن، فأنا ما دام أنا هقلل السكريشن بتاع اللاكريمال جلاند اللي بينزل الدموع، يبقى بالتالي أنا مش هودي لها دم كتير. دايما الحاجة اللي بتشتغل كتير هي اللي غذيها بالدم كتير، فما دام اللاكريمال جلاند هنا مش هتشتغل عندي، مش هعمل لها سكريشن، يبقى بالتالي مش هودي لها دم كتير، فاعمل لها فازو كونستريكشن للبلاد فيسل. فهمنا؟
يبقى تاني القاعدة الأولانية إن أي blood vessel هتدي فازوكونستريكشن، تاني قاعدة إن أي secretion في جسمي هتقل مع السمباثيك. اللاكريمال مع في اكسبشن للقاعدتين دول هنقولهم. فاللاكريمال جلاند الغدد الدمويه هيقل السكريشن بتاعها، ولما يقل السكريشن بتاعي يبقى انا محتاجه اغذيها بالدم؟ لا، يبقى يحصل فازو كونستريكشن بلاد فيسل بتاعي. طيب سليفري جلاند خلاص انا نزلت من العين، يبقى العين حصل فيها ايه؟ حصل فيها اكزوفسالماس طلعت لبره، حصل فيها وايدنج البايبرال فيشر وسعت قوي، حصل دايليشن للبيوبل، البيوبل بقت دايليتد وواسعه عشان اشوف فار فيجن بعيد، واللاكريمال جلاند السكريشن بتاعها هيقل ويحصل فازوكونستريكشن للبلاد فيسل. طيب السليفري جلاند بقى هنزل للغدد اللي هي اللي بتنزل السلايفا اللعابيه. الغدد اللعابيه دي انا قلت اي سكريشن هيحصل له ايه؟ مع السمباثيك انا محتاجاه؟ لا، هي السلايفا مش السلايفا دي ليها دور في الهضم. طيب هو انا بهضم هنا؟ انا وانا بجري وانا بروح وانا رايحه ماراثون وانا داخله امتحان وانا محتاجه اهضم وانا داخله عمليه؟ لا، فيبقى انزل سلايفا كتير ليه؟ طب انا ما اقدرش امنع السلايفا لان السلايفا دي هي اللي بتسهل السبيتش وهي اللي بتسهل لي كل حاجه، فبالتالي ما اقدرش امنعها، يبقى كل الحكايه ان انا هقللها، ولما هقللها هركزها يعني هتبقى مركزه لان السلايفا دي 99% منها ميه، فلما اقلل كميتها يبقى انا قللت الميه، يبقى انا عملت ايه؟ فيسيد سكريشن، يبقى بقى ليتل وفيسيد مليان بانزيمز اللي هي المهمه اللي هي الاورجانيك سبستنس الانزيم. طيب وما دام انا مش هخليها تشتغل وتنتج لي كتير يبقى البلاد فيسل اخباره ايه؟ تبع القاعده فازو كونستريكشن، يبقى البلاد فيسل تبع القاعده ايه؟ فازو كونستريكشن. طيب السكن، السكن جلدي ده فيه هير وفيه سويت جلانس صح كده وفيه بلاد فيسلز. طب البلاد فيسلز احنا زي ما اتفقنا ان البلاد فيسلز بيحصل ايه؟ فازو كونستريكشن، يبقى تاني بلاد فيسلز فيه فازو كونستريكشن. طيب والهير ده انت شفتهم كده وهو قاعد هينقض على جلده تلاقي شعره وقف، احنا واحنا مخضوضين بتلاقي شعرك وقف، لو انت مشدود تلاقي شعرك وقف، يبقى بيعمل اريكشن للهير، اريكشن للهير. طيب اللي سويت جلانس هي سكريشن الوحيد اللي بيزيد مع السمباثيك، هو اصلا ما بيحصلش الا مع السمباثيك، يبقى اللي سويت جلانس دي ما بيروح لهاش غير سمباثيك اصلا. تلاقي نفسك لما بتتعرض لموقف محرج تعرق، انت في الامتحان ايدك تعرق، لما تجري في الماراثون تعرق، يبقى السويت سكريشن ديت بتبقى مع السمباثيك. يبقى في السكن حصل سويت، ادي اول اكسبشن مع السكريشن سويت سكريشن، هيحصل هير اريكشن وهيحصل فازو كونستريكشن. خلصنا الهيد والنك، يبقى انا ممكن اجيب لك سؤال قول السمباثيك افكت على الهيد والنك، واديك 3 4 انت بقى قولهم لي، سليفري قول سكن قول اي، ممكن اجيب لك سمباثيك افكت على الاي، وعشان تقول لي الاكزوفسالماس الدايليشن للبيوبل الوايدنج بالبيبرال فيشر فازوكونستريكشن لللاكريمال فارفيجن كده. طيب لو جينا للثوركس اللي هو الصدر، هيبقى عندي ايه اللي في الصدر بتاعي؟ هارت ولنج. طيب الهارت السمباثيك ده اللي انا رايح اجري ولا رايح امتحان ولا مش عارف ايه، طب هو ده مش محتاج ان الدم يجري كتير يوصل للتيشوز عشان يغذيها؟ اه. طب مين اللي بيدفع الدم ده؟ القلب، يبقى هيزود كل البروبرتيز بتاعت الهارت. ايه البروبرتيز؟ يعني سرعتها، يعني قوة انقباضها، هي دي اللي هي الايه الريت بتاعها، الكونتراكشن بتاعتها، الكوندكشن، الحاجات دي كلها اسمها البروبرتيز بتاعت الهارت. كل شغل القلب بيزيد، انكريز الورك اوف ذا هارت. طيب ولما يزود شغل القلب، هو احنا مش قلنا ان اي حاجه بيزيد شغلها لازم اغذيها بالدم؟ ايوه. طب القلب زاد شغله، ايه الوعاء الدموي اللي بيغذي القلب؟ اللي بيغذي عضله القلب الكورونرز او الشرايين التاجيه،
فنيجي على الكورونري او الشريان التاجي ده هنوسعه، يحصل دايليشن، يوسع ليه؟ عشان يغذي عضله القلب اللي هتشتغل جامد دي. طيب في اللنج يبقى الهارت اشتغل جامد ودايليشن. طب الدايليشن دي شفناها قبل كده؟ لا. في البلاد فيسل احنا قلنا قاعده البلاد فيسلز ان يحصل فازو كونستريكشن ما عدا مين؟ اهي ادي اول اكسبشن الكورونري. طيب بيحصل بيقل السكريشن ما عدا مين؟ السويت سكريشن. طيب في اللنج ايه اللي بيحصل لللنج؟ اللي بيحصل لللنج اني انا زي ما انا محتاجه اودي دم كتير، انا محتاجه ان الدم ده يبقى مؤكسج، يعني شايل اكسجين. طيب يبقى لازم ادخل هواء كتير برضه. يبقى انا علشان ادخل هواء كتير لازم اسلك له طريقه. ايه الطريق بتاع الهواء؟ البرونكيال تري، البرونكاي، الشعب الهوائيه. يبقى الشعب الهوائيه دي عشان تدخل هواء كتير توسع ولا تضيق؟ لا هتوسع، هيحصل برونكو دايليشن، يوسع عشان يدخل لي هواء كتير. طيب هل يبقى في مخاط كده يعوق حركه الهواء، ميوكس كده؟ لا، اقلل الميوكس عشان ازود دخول الهواء. طيب هل هنا اللنج بتشتغل كتير؟ اللنج على فكرة بتتشد بالقفص الصدري، مش هي نفسها، هي نفسها ما بتعملش حاجة. القفص الصدري لما يوسع يشد اللنج معاه، لما يضيق في الزفير بيقلل اللنج معاه. فأنا مفيش قصة هنا. يبقى هنا البلاد فيسلز بتاعتي زي العادي بيحصل لها فازو كونستريكشن للبلمونري بلاد فيسل. يبقى أنا ماشية تبع قاعدة السمباثيتك اللي بتضيق كل الأوعية الدموية، هتضيق هنا الأوعية الدموية اللي رايحة لللنج. ده بالعكس هيفيد. ليه؟ لأن البلمونري بلاد فيسلز دي هي اللي حوالين الحويصلات الهوائية، فلو هي وسعت هتضغط على الألفيولاي اللي هي الحويصلة دي فتقلل الهواء اللي داخل. لكن أنا بضيقها عشان تدي مساحة للألفيولاي يحصل لها ديستنشن وتوسع، وتوسع فيدخل فيها الهواء كتير. تمام؟ يبقى تاني الهارت كل شغله بيزيد، فبالتالي بوسع له الأوعية الدموية بتاعته اللي هي الكورونري. طب اللنج؟ لا، أنا عايزة أوسع الشعب الهوائية عشان أدخل هواء كتير، فأقلل الميوكس بتاعه، وفي نفس الوقت أعمل فازو كونستريكشن للبلمونري بلاد فيسلز اللي بتبقى حوالين الألفيولاي، فأدي فرصة للألفيولاي إنها تبقى ديستندد بالإيه؟ بالهواء. طيب الباراسيمباثيتك، الباراسيمباثيتك زي ما قلنا هو ريست اند دايجست. خارج منين؟ خارج من كرينيال نيرف، كرينيال بارت والساكرال بارت. احنا قلنا ان السيمباثيتك ده ثوراكو لمبر، ثوراسيك وابر تو ثري لمبر. امال ده؟ لا، ده كرينيال نيرفز الثلاثة وسبعة وتسعة وعشرة، 1973 دي النيرفات بتاعت الباراسيمباثيتك. طيب يبقى نفتكر سنة الحرب، يبقى نعرف على طول 1973 يعني 3 7 9 10 دول الكرينيال نيرفز اللي بيبقى ايه اللي داخله في الباراسيمباثيتك. طب والسكرال؟ سكرال 2 3 4، سكرال ايه؟ 2 و3 و4. يبقى ده اسمه كرينيو سكرال. يبقى الكرينيو سكرال ده اللي هو الباراسيمباثيتك سبلاي او اوريجن. طيب ايه وظيفة الباراسيمباثيتك؟ عشان نتكلم على الباراسيمباثيتك بنبتدي بقى من اول الكرينيال. الكرينيال اللي هما 3 7 9 10 هنقول ان نمرة 3 او الاوكيلو موتور نيرفز. الاوكيلو موتور نيرف كلمة اوكيلو يعني العين، كلمة اوكيلو يعني ايه؟ يعني العين. اوكيلو موتور يبقى ده اللي بيتحكم في عضلات العين الداخلية، العضلات الصغيرة بتاعت العين. يعمل ايه فيها؟ يعمل ناروينج للبيوبل، يقوم يصغر لي اللي هي الحدقة او الانسان العين اللي هو الصغير خالص ده. عشان ايه؟ انا هنام، انا بالليل انا قاعدة اتفرج على التلفزيون، انا مريح، فبقى مش عايز اشوف كتير، مش عايز اشوف يعني بانوراما، مش عايز اشوف لبعيد، انا عايز اشوف اللي قدامي القريب، الكتاب اللي في ايدي، التلفزيون اللي قبالي على طول، انا مش محتاجه اكتر من كده. يبقى ده هيزود الكونفكسي بتاعت اللينس، يعني تشوف نير فيجن،
يبقى انت هتقولي انه هيلب الاي تو سي نير فيجن، وفي نفس الوقت هيعمل ايه؟ هيضيق البيوبل. يبقى ده الاوكيلوموتور او نمره 3. طب نمره 7، يبقى انا بمسك نيرف نيرف اهو، لان النيرف ده رايح للحته دي، 3 رايح للعين، 7 رايح لفين؟ 7 رايح للاكريمال والساليفري جلاند. خلي بالنا ان قاعده اساسيه في الباراسيمباثيك، زي ما قلنا السيمباثيك بيقلل السكريشن ويعمل فازوكونستريكشن، الباراسيمباثيك بيعمل عكسه، يزود سكريشن، يزود يوسع البلاد فيسلز، يبقى دايليتيشن للبلاد فيسلز ويعمل سكريشن. فلما اجي اتكلم هنا على اللاكريمال جلاند، اي جلاند هيحصل لها سكريشن ما عدا السويت جلاند، دي تبع السيمباثيك. طيب اللاكريمال جلاند والساليفري جلاند، الجلاندز الاثنين دول هيزيد السكريشن بتاعهم، يبقى دي هتنزل دموع ودي هتنزل سلايفا. طب قلنا ان السلايفا 99% منها ميه، يبقى ينزل لي لارج فوليوم ووتري سلايفا، ووتري. التاني كان فيسد لكن ده ووتري. طيب ما دام اللاكريمال والساليفري جلاند هيشتغلوا، يبقى هغذيهم بدم ولا لا؟ هغذيهم، يبقى الاوعيه الدمويه بتاعتهم تضيق ولا توسع؟ لا توسع، يبقى فازو دايليتيشن للبلاد فيسلز بتاعتهم. طيب الساليفري جلاند اللي بتتغذى بالفيشيال او نمره 7، دول اللي هم السبمانديبولار والسبلينجوال. طب امال الباروتيد؟ ما انا عندي ثلاث ازواج من السليفري جلاند، زوج اسمه باروتيد، زوج اسمه سبمانديبولار، زوج اسمه سبلينجوال. السبمانديبولار والسبلينجوال ده بنمره 7 اللي هو الفيشيال. طب والباروتيد اللي جنب الودن دي بنمره 9 اللي هو الجلوسوفارينجيال. يبقى الجلوسوفارينجيال ده هيأثر على مين؟ هيأثر على الباروتيد جلاند، يعمل لها ايه؟ هيعمل لها زي ما الباقي بيعملوا الباراسيمباثيك، هيزود سكريشن ويوسع وعاء دموي، يبقى يزود سكريشن وفازو دايليتيشن. طيب رحت بقى لنمرة 10 اللي هو الفيجاس. الفيجاس ده بقى قصته قصة ايه بقى؟ ان الفيجاس ده بيجي من اخر الفارينكس كده واول الاسوفيجاس لحد نص الترانسفيرس كولون او لحد بداية البلفس، يعني مغذي الابدومن كلها. السوركس والابدومن دول عبارة عن فيجاس، باراسيمباثيك سبلاي يعني فيجاس. يبقى لما اجي اقول لك الفيجال سبلاي للهارت، ايوه ما هو باراسيمباثيك. الفيجال سبلاي لللنج، ايوه ما انا قصدي باراسيمباثيك سبلاي. فيجال سبلاي للاستومك، ما هي الباراسيمباثيك رايحه فيجاس. يبقى الفيجاس بقى رايح لمين؟ رايح للسوركس والابدومين. السوركس اللي هو مين؟ هارت ولنج، عكس السيمباثيك. يبقى نعرف السيمباثيك ونقول عكسه. عكسه يعني ايه؟ انا هنا يبقى مش محتاجه القلب يدق بسرعه ولا يدق جامد ولا يقعد يحدف في الدم كتير، يبقى هيقلل البروبريتيز بتاعه الهارت. طب وما دام قلل شغل القلب وهداه، تلاقيه واحنا نايمين ايه اللي بيحصل؟ دقات قلبنا هاديه بطيئه. طيب وانت قاعد تتفرج على التلفزيون بطيئه، مش زي وانت في الشغل وانت بتعمل مجهود وانت قاعد تقرا وانت قاعد مش عارف ايه. طيب ما دام انا هقلل شغله، يبقى محتاجه الكورونريز تديله دم كتير؟ لا، يبقى هيحصل فازو كونستريكشن للكورونري. يبقى ده برضو الاكسبشن. يبقى تاني السيمباثيك يعمل فازو كونستريكشن ما عدا الكورونري والسكليتال ماسل والبلاد فيسلز بتاعت السكليتال ماسل. الباراسيمباثيك هيعمل دايليتيشن فازو دايليتيشن ما عدا مين؟ ما عدا الكورونري. يبقى الكورونري ده هو العكس في السيمباثيك والباراسيمباثيك. في السيمباثيك بدل ما بيضيق كله هيوسع الكورونري، الباراسيمباثيك بيوسع كله يضيق الكورونري. طيب في اللنج، هل انا محتاجه كميه هواء كتير ومش عارف ايه زي السيمباثيك؟ لا ده انا نايمه. يبقى الشعب تضيق؟ تضيق، يبقى برونكو كونستريكشن. طيب الميوكس هنا بقى يزيد؟ انا يبقى في ميوكس، زي ما احنا قلنا ان اي جلاند هتنزل سكريشن بتاعها، اي جلاند بقى، لاكريمال، ساليفري، ميوكس، جاستريك جلاند، بنكرياتيك جلاند، اي جلاند هتنزل السكريشن. طيب انا محتاج ان الالفيولاي توسع قوي وتتملى لا، يبقى عادي ان البلمونري بلاد فيسل يحصل لها فازو دايليشن زيها زي اي بلاد فيسل تبع الباراسيمباثيك. يبقى تاني
عكس بالظبط السمباثيك. طيب في الابدومين بقى برضو عكس السمباثيك، يعني ايه؟ يعني انا في السمباثيك ما كنتش بهضم، فبالتالي انا ما بنزلش سكريشن، فبالتالي انا موقفه الاكل في مكانه، مش مخليه الوول يحصل فيه موتيليتي، قافله الاسفنكتر، عامله انهبيشن للوول وقافله الاسفنكتر. طيب هنا لا، العكس بقى، ما انا هنزل سكريشن، هنزل الجاستريك سكريشن اللي مليان ب اتش سي ال والديودينال سكريشن والبنكرياتيك سكريشن، هنزل كله، فيبتدي يهضم، وابتدي بقى احرك الاكل من مكان للتاني، فاعمل موتور للوول وريلاكسيشن للاسفنكتر. عكس السمباثيك، الوول يتحرك حركه دوديه فيبتدي يحدف الاكل من مكان للتاني، والاسفنكتر تتفتح عشان تعدي الاكل. طيب في الليفر انا هنا محتاجه ايه؟ محتاجه اهضم، يبقى محتاجه البايل يخرج، يبقى البايل هيبتدي ينتج اهوت من الليفر ويروح للجول بلادر. طب الجول بلادر متحوش فيها شويه، اه تخرجهم بقى، ما انا بهضم اهو الوقت، هيبقى موتور للوول برضو ريلاكسيشن للاسفنكتر. طب البنكرياس هيفرز، هيفرز الانسولين بتاعه ويفرز الدايجستيف انزيمز بتاعته اللي بتهضم، اللي هي البنكرياتيك جوس. والانسولين ليه؟ عشان انا قاعد اهضم اهو، واهضم يعني بمتص، بعد ما اهضم بهتص الاكل، فامتص الجلوكوز، فيجي الانسولين عشان يقلله شويه في الدم ما يطلعش قوي.